داخل هذه الغرف الباردة بمعهد باستور يتم استقبال جميع اللقاحات وحفظها في درجة برودة تتراوح بين الدرجتين إلى 8 درجات مئوية لضمان جودة اللقاح. غرف تبريد هنا عندها كم شفتوا عندها جهاز ليعطيك درجة الحرارة، وعندنا فرق لتقوم بالمراقبة على مدار 24 ساعة. لاحظنا في السنة الماضية كان انخفاض على مستوى الطلبات، وبعد هذا الحالات المؤسفة هذه اللي سجلنا عودة للاستهلاك المنظم للقاحات. قبل تخزين اللقاحات بالغرف الباردة يتم مراقبة الجودة بمخبر التحاليل، والمعيار الذي يضمن صلاحية اللقاح هو لون المؤشر على غطاء الجرعة. RR هذا كيجينا يجي عنده هاد لاباستي، هذه لاباستي سكون نابل لا بي سي في، وهي سي لا غارانتي دو ريسبي دو لا شين دو فرو. هذا معنات انه كي تكون هذه لاباستي كلير كيما راهي دركا، هذا لو فاكسان اي لي بون مليح صالح للاستعمال. بصح كي لاباستي هذه الفير تولي فونسي فيولي كيما هذا لو فيولي تاع لو بورتو، ولا تولي كحله بارفان ال دوفيان نوار كاريمون. سا في دير كو لو فاكسان الى سوبي اون روبتور لا شين دو فرو، اي لا سا في دير كي فو لانفي تنحى وما لازمش نديرو به لا فاكسيناسيون. لا يوجه اللقاح الى التسويق قبل ان يمر على مخبر التحاليل اين تتم مراقبته. المخبر هذا لو ديبارتمون هذا عنده الحريه باش يعلن على صلاحيه ولا عدم صلاحيه اللقاح، لانه هذا من بين الميسيون المهام نتاعو. المخبر المرجعي للحصبه النكاف والحصبه الالمانيه، هنا يتم استقبال عينات الدم وامصال المرضى المشكوك في اصابتهم بالبوحمرون. التحاليل المخبريه تؤكد ان جميع حالات البوحمرون تندرج ضمن فيروس متعرف عليه. قاعد تنتمي الى فيروس دو لا روجول جينوتيب بي 3، وكي نشوف مثلا هنايا جينوتيب بي 3 في الخريطه، التوزيع تاعو في الخريطه تاع المنظمه العالميه للصحه 2017 2018 كاين منتشر في افريقيا، تقريبا كاع في افريقيا، الجزائر، ليبيا، وخاصه افريقيا لافريك دو لويست. يعني الفيروس المعتاد عليه هنا مثلا كاين عينه تاع 2006 2011 2012 2017 2016 2018 كاع العينات تنتمي الى فصيله واحده اللي هي جينوتيب بي 3 تاع الروجول اللي منتشر منذ مده في افريقيا. الوضعيه الوبائيه للبوحمرون عبر مختلف الولايات دفعت الى الاستهلاك الكلي لاكثر من 7 ملايين جرعه من لقاح البوحمرون والحصبه الالمانيه، هي مرحله تاتي لتدارك فشل حمله التلقيح السابقه.